اليوم رح نعمل أحلى تبولة على طريقتي، والطعم يا جماعة جدا خرافي. بداية بالنسبة للبرغل، في ناس بحبوا ينقعوه بالليمون بدون غسل، بس أنا بحب أغسله وأصفيه كتير منيح. بنقعه بمية دافية ليتشرب المية تماما، بعدين بضيف عصير الليمون، زيت الزيتون، الملح والفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من دبس الرمان. هذه إضافة اختيارية، بالأساس ما بتكون موجودة بس أنا بحب أضيفها. السكينة بتكون عندنا حامية، والورقيات مغسولة وناشفة 100% ومكون محضرينها مسبقا. ولما نفرم البقدونس نحاول انه نفرمه ناعم من اول مرة. اذا ما نعم معي من اول مرة ممكن اعيد عليه مرة او مرتين بس مو اكتر، والسبب عشان ما تطلع مية البقدونس ويلزق ببعض ويضله فريش وطعمه طيب. رح اعيد نفس الخطوات مع ورق النعنع، بس انا هالمرة سرعت شوية الفيديو. وبعدين رح افرم البصل الأخضر، نص بصلة بيضة نفرمها كمان ناعم، وآخر شي حبتين لثلاث حبات طماطم وبنفرمها بهاي الطريقة. وآخر شي رح نرجع نضيف البرغل اللي نقعناه بالليمون وزيت الزيتون، منقلبها، ويا سلام على الطعم يا جماعة، عن جد بتشهي، لازم تجربوها.